أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث الماضي قد انتهى إلى الحديث حول مسألة كان الردع في موارد العلم الإجمالي، وأشرنا أن هناك مسألة اتفقت عليها كلمة المختلفين في قضية حجية العلم الإجمالي بمعنى المنع عن المخالفة القطعية. وفي مقام بيان ذلك أشير إلى قضية، وهو أن مسألة الحجية في هذا المقام لا تتأثر بقضية التصوير، لأن التصوير للعلم الإجمالي أو حقيقة العلم الإجمالي هذه، وإن كانت هي مثاب للاختلاف بين الأصوليين، إلا أنها في هذه القضية نتيجتها في هذه القضية غير مختلفة، لأن حقيقة العلم الإجمالي في كلمات الأصوليين لها تصويرات مختلفة، منها تصوير أنه يتعلق بالفرد المردد، ومنها تصوير أنه يتعلق بالواقع، ومنها تصوير أنه يكون علما تفصيليا بالجامع ولكنه يكون شكا في التفصيلات. هذه قضية أو في الخصوصيات كما يعبر بعضها. هذه القضية مع وجود مثل هذا الاختلاف في المقام، إلا أن النتيجة ليست مختلفة. هذه كما يقال هذا الاختلاف في تصوير حقيقة العلم الإجمالي أشير إليه بأنه حيادي من هذه الجهة، فلا خلاف في أن مسألة المخالفة القطعية ليست مقبولة على جميع هذه التصويرات، وليس هناك من يجعل من بعض من هذه التصويرات سببا لإمكان المخالفة القطعية. هذا اتفاق في المقام، وطبعا احنا نبحث عن الاتفاقات كما نبحث عن الاختلافات. الأمر الآخر الذي هو مصب الكلام في هذا اليوم هو مسألة إمكان الردع عن ذلك وعدمه، باعتبار أن ما أشير إليه في قضية المخالفة تارة يتعلق بهذا الجو الذي هو يعني جو هذا البحث، وآخر يتعلق بجو خارج هذا البحث، وهو قضية يعني الموافقة أو الموافقة الاحتمالية أو الاحتمال في قضية العلم الإجمالي. وهذه الحالة اللي هي حالة الحالة الاحتمالية تتناسب مع الأصول العملية، باعتبار أنها تحقق موضوع الأصل العملي. ولكن حتى في هذا المورد الذي هو بما له من الحجية بهذا المقدار، يعني بمقدار كما يقال المنع من المخالفة القطعية، هنا قد يقال بأنه الكلام فيه بناء على التوجهات المختلفة، هل يمكن أن يتحصل فيه إمكانية لقضية الترخيص أو لا؟ لأنه هذا البحث كأنه يعاد مرة أخرى بطريقة مختلفة من ناحية العناوين، ولكن التصويرات قد يقال أن فيها تشابه كبير بين التصوير الذي يخص العلم التفصيلي وبين التصوير الذي يخص العلم الإجمالي، وذلك لأنه عندما يكون هناك توجه من المكلف للتكاليف فإنه لا يفرق بين أن يكون الموجه إليه علم تفصيلي وعلم أو علما يعني علما تفصيليا أو علما إجماليا، وذلك لأن حالة القطع بالتكليف أو حالة الانحلال في العلم الإجمالي إلى القطع التفصيلي هذه حالة تتناسب تناسبا تاما، وربما تتطابق مع حالة الإنسان المكلف عندما يتوجه إلى تكليف واحد لا فرق بينهما من هذه الجهة. لذلك عندما يتوجه إلى التكليف الخاص بفرد واحد ثم يتوجه إلى التكليف الخاص بأفراد متعددة إجمالا، فإنه التكليف الثاني ينحل انحلالا إلى يعني بهذه التصويرات التي أشير إليها إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي بما هو متعلق التكليف أو بما هو التكليف واقعا. والنتيجة أن النظرة التي كان يحملها المشهور لمثل هذه الحالة هي نفس النظرة التي يحملها المشهور لهذه الحالة الجديدة، وهي حالة العلم التفصيلي. فكما أنهم عندما أشاروا إلى مسألة العلم
التفصيلي أو القطع أو القاطع كما عبرنا في الدرس الماضي وكما عبر المصنف أيضا، ونظروا إليه على أنه أمر لا يمكن التنازل عنه لأن العقل يمنع من ذلك. كذلك هنا عندما أشاروا إلى هذه القضية أشاروا إلى نفس الكلام، وهو أنه العقل يمنع من أن يكون هناك تنازل عن هذا العلم، وذلك لأنه ينحل إلى علم تفصيلي، وهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى أنه إذا افترض أن يوجد ترخيص في مسألة عدم الالتزام بهذا العلم فإنه قبيح، كما أن الترخيص عن العلم التفصيلي قبيح باعتبار أننا سبق أن ذكرنا كما ذكر المصنف أن جماعة هذا التوجه يرون أنها هذه القضية وهي قضية الترخيص إنما هي معصية وهي قبيحة باعتبار أن العقل حكم على أنه عندما حصلت حالة علم تفصيليين أو حصل عنده عندما حصل علم إجمالي منحل إلى علم تفصيلي وانكشاف تفصيلي فقد حكم العقل بوجود حق للمولى في هذا المورد، سواء كان مختصا بفرد واحد أو كان مختصا بأفراد متعددة، وقد انحل إلى ماذا؟ إلى الجامع بينهما، فكأنه أثبت العقل هنا حقا للمولى. فهذا الحق للمولى لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يتصور الإنسان المكلف أنه يأتي ترخيص ليضع هذا الحق على جهة، وقلنا سابقا بأنه المكلف ينظر إلى الترخيص الذي قد يأتي كما قد افترض المصنف الذي قد يأتي إلى مثل هذا التوجه أو مثل هذا المورد يتجه إليه على أنه ليس جادا أو أنه هزلي أو أنه ليس معنيا به، يعني ما شاء الإنسان فليعبر، فكأنه هو من عالم وهذا الترخيص من عالم آخر. هذا الكلام وقع في العلم التفصيلي كما يقال بالمطابقة، وكذلك الآن يحصل هنا في العلم في العلم الإجمالي كذلك باعتبار أنهم يرون الأمر نتيجته واحدة، كما أن العلم التفصيلي العقل لا يسمح في وجود مؤمن ومرخص فيه، كذلك العلم الإجمالي كذلك الأمر الكلام فيه نفس الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار هذه الحالة اللي هي حالة طبيعية، وهي أنه الترخيص في القبيح أمر محال محال عقلا. المصنف هنا جاء إلى حديث معه، هناك في قبل أن ينتهي في البحث السابق كان عنده حديث مع التصوير الذي أشير إليه، وذكر بأن التصوير الذي أشير إليه وهو مسألة أن العقل يحكم بقبح مثل هذا الأمر، هذا كله مبني على عدم كون حق المولى معلق على على عدم الترخيص، وبالنتيجة إذا رخص المولى فعند ذلك لن يكون هناك قبح ولن يكون هناك أمر بمعصية وما شابه ولا ترخيص بمعصية وما شابه ذلك. وهناك قلنا بأن مثل هذا الأمر الافتراضي أمر ماذا؟ أمر قد يقال فيه كما قلنا نحن قد يقال فيه أنه أمر غير صحيح. لماذا؟ لأنه المسألة ليست دائرة مدار الافتراض، بل المسألة دائرة مدار الافتراض والإمكان، لأن الافتراض أوسع دائرة من الإمكان. نحن نتحدث عن الافتراض ما كان مؤيدا بالإمكان، أما أنه يلجأ أو يلجأ الإنسان إلى الافتراض مع عدم كون الإمكان مساعدا له، لأن الإنسان عندما يفترض شيئا والإمكان ضد هذا الشيء، حتى الإمكان كما نقول الإمكان اللي هو الفعلي الواقعي هذا ليس موجودا في المقام، عند ذلك هذا الافتراض سيبقى مجرد دعوة. والمصنف كما غيره في مناقشته لمسألة إمكان الترخيص في الأحكام إمكان الترخيص في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى القطع، ماذا أشار؟ أشار إلى أن البعض حاول أن يناقش في هذه الخصوصية من خلال الخروج عن المصطلح، باعتبار أن المصطلح إذا كان يشكل عقبتين فنحن نستطيع الخروج عن هذا المصطلح ونأتي بترخيص، لكنه ماذا؟ نأتي بترخيص ولكن الترخيص خلاف خلاف المصطلح الموجود، باعتبار أن المصطلح الموجود حتى هذا الأمر يكون معرقلا مانعا، فإذا كان مانعا عند ذاك لا تكون هناك إمكانية. فلو خرجنا عن هذا الإصطلاح وجئنا بمرخص لا ينطبق عليه عنوان
الحكم الظاهري. فعلى أقل تقدير هذا الأمر يمكن التسامح معه. قال في هناك أنه لا، الأمر ليس مقبولا وليس ممكنا. لماذا؟ لأنه قال بأن الإنسان روحية الإنسان القاطع إذا قطع بأمر تكليفي فإنه ينظر إلى مثل هذا الترخيص على أنه كما يقولون يعني أمر لا يعنيه، أمر هزلي، أمر لا يتعلق به، إنما يتعلق، قد يكون يتعلق بزيد أو بعمر، لأنه ربما تكون قطوعهم ماذا؟ قطوعهم يعني ليست موافقة للواقع، وقد يكون هكذا يفترضه في تكليف غيره، لكنه لا يفترضه مثلا أو لا يجعله ممكنا في تكليف نفسه. هذا الكلام لماذا نعود إليه؟ هذا الكلام نعود إليه لأن المصنف هناك قبل أن ينتهي في الحديث عن مسألة القطع والحديث في القطع، قال بأنه حق المولى ليس حقا مطلقا. فهي المشكلة هنا، أنه المصنف في قضية الوسع حق المولى جعل منه ماذا؟ جعل منه يعني دائرة، جعل من دائرته دائرة واسعة، وفي نفس الوقت عندما جاء إلى مسألة حق المولى قيده بأنه ليس حقا مطلقا، إنما هو حق يعني معلق بعدم ورود الترخيص، يعني عدم وجود الترخيص أو عدم المؤمن. فإذا جاء المؤمن عند ذلك لن يكون له حق، فكأنها كما يقولون في المنطق سالبة باتفاق الموضوع، يعني حق المولى باق في ذمة المكلف ما لم يأتي ماذا؟ ما لم يأتي مؤمن من المولى. ولكن هذا كله بناء على ماذا؟ على أنه هذه القضية قضية افتراضية وممكنة. ولكن الحديث في هذا المقام هو الحديث في ذلك المقام، وهو أنه يمكن أن تكون هذه القضية أو ليس بالإمكان يعني تصوير مثل هذا الأمر. هناك في بحث القطع تبين لنا بأن المصنف عندما جرى على هذا المنوال، جرى على هذا المنوال جريا ماذا؟ جريا أكثر من المساحة التي أتيحت له، لأن الحديث لم يكن حديثا عن تصورات هو يراها، إنما كان عن حديث مع إنما كان حديثا عن تصورات يراها الآخرون، وهؤلاء الآخرون يرون هذه التصورات وفق مبادئ خاصة، وفق معلومات خاصة، وفق معالم خاصة. هذه المعالم البعض منها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التنازل عنه، وهذا الذي لا يمكن التنازل عنه هو المصنف يؤيد هذا الكلام، ولكنه في مقام المناقشة لم يؤيد يعني حتى المبنى الذي أشار إليه، وجعل القضية قضية أنها هل هي حق مطلق أو أنه حق معلق. هسه لعله بالإمكان القول أنه مسألة أنه حق مطلق أو حق معلق، هذا مسألة يعني ليست تصويرا دقيقا. نقول لا ليست القضية، ليس الكلام أنها تصوير دقيق أو ليس تصويرا دقيقا، بل الكلام كل الكلام أنه مثل هذه الحالة، وهي أن حق المولى إما حق مطلق أو حق مقيد. هذه القضية إذا كان الأمر في كلا الطرفين أمر قابل للتطبيق، قابل للإمكان بحسب الرؤى، يعني بحسب الرؤى التي ذكرت في المقام. أما إذا أريد لمثل هذه الرؤى أن تحدد كل منها حكما خاصا بها، فإن للمشهور رأيه في القضية كما أن المصنف رأيه الخاص في القضية. فتارة نحن نتحدث عنه يعني نتحدث مع المصنف مع رؤى الآخرين، وتارة نتحدث معه عن رؤى هو. إذا كان هو يرى أن حق المولى مقيد بعدم الترخيص، فهذا بناء على توسيع حق المولى ليس بناء على تقييد حق المولى، لأن حق المولى في الرؤى المختلفة هو إما مقيد بالقطع أو أنه ماذا؟ أو أنه مشامل للقطع ولغيره من المنجزات، بناء على من يرى أن التنجيز وحق الطاعة واسع للمظنونات، للمحتملات، للمشكوكات، كل ذلك يكون ماذا؟ كل ذلك يكون داخلا فيها. إذا كان الأمر كذلك، فهذا الكلام وهو أنه حق المولى مقيد بعدم ورود الترخيص، هذا ينسجم مع حق المولى ذي الدائرة الواسعة، لا صاحب الدائرة ذي الدائرة الضيقة التي تخص ماذا؟ التي تخص القاطع، لأن الذي يخص القاطع حكم الجميع، بمعنى أن الجميع بما فيهم المصنف حكموا على أن المسألة لا يمكن حتى ولو تنازلنا حتى عن مصطلح الحكم الظاهري،
لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبول وجود مؤمن من الحكم إذا كانت القضية ماذا قد وصلت إلى حد إذا وصلت إلى حد القاضي. والمشهور يرى أن المسألة هنا كالمسألة هناك، يعني يرى المشهور أن القطع في العلم الإجمالي حاضر وحاصل ومتحقق بسبب الانحلال كما هو حاصل هناك بصورة واضحة وبضرس قاطع. فإذا هذه القضية إذا ليست قضية ماذا؟ هذه القضية ليست قضية مختلفة، ولكن المصنف يرى أنها قضية مختلفة. على كل حال نحن قرأنا هذا المقدار، يعني وصلنا إلى الكلام اللي ذكر في المناقشة أو لا، كلام المنجزية قرأنا، وصلنا إلى الأمر الثاني. نعم. والعفن يعني حدنا وصلنا. نعم. قال أما الأمر الأول، هذا الكلام اللي خلصنا منه حتى نقرأ. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار اللي هو ماذا؟ المنع من المخالفة القطعية، لأنه مهما تصورناه يعني بناء على أنه فرد يتعلق بفرد المردد، يتعلق بالجامع، يتعلق مثلا بالجامع مع الشك في الخصوصيات، هذه التصوير أو بالواقع كما يرى المحقق العراقي يقول، لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، أسا التكليفين أو التكاليف لا مشكلة، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. هذا الجامع باعتبار ماذا؟ كيف يكون إدخال هذا الجامع؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار العلم التفصيلي، العلم التفصيلي حصل لهذا الجامع في دائرة حق طاعة المولى. هذا بناء ماذا؟ بناء على رأي المشهور أنه هذا هناك علم إجمالي أو علم إجماليا حل إلى علم تفصيلي بالجامع، فهذا الجامع داخل ماذا؟ داخل في حق المولى. هذا ما يقوله ماذا؟ أصحاب الرأي المشهور. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، وأما طبعا هذا كلام عفوا عام لكنه الآن يطبق في يعني في الرؤى المختلفة، يقول أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، وأما على مسلك قبح قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلأن العلم الإجمالي، طبعا الآن بيّن تحليل أنه كيف المشهور يرى هذا الأمر، بيّنه من خلال هذه القضية، لأن العبارة السابقة أراد منها التعميم بعد ذلك يطبق التفصيل هنا. قال وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلأن هذا التصوير للقضية يعني تسبيب أو تعليل هذا الأمر، فلأن العلم الإجمالي يستبطن ماذا؟ يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يخرج. فإذا يكون ماذا؟ يكون مثل هذا الأمر، مثل هذا الأمر يكون ماذا؟ فيه تنجيز، يكون مثل هذا الأمر لا يمكن قبوله، لأنه هذا الأمر داخل في دائرة حق المولى، إذا كان داخلا في قاعدة يعني في دائرة حق المولى فإذا هو ماذا؟ هو منجز بالنسبة إلى التكليف، حتى وإن كان العلم فيه علما إجماليا يعني للوهلة الأولى. أما الأمر الثاني قال فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. هذا الأمر الأول، وهو أنه هناك حجية للقطع في مسألة، حجية عفوا للعلم الإجمالي في مسألة المخالف المنع من المخالفة القطعية. يقول أما الأمر الثاني وهو إمكان ردع المولى عن أو الشارع عن ذلك وعدمه، فيقول هذا الأمر غير معقول. من خلال عبارة غير معقول نفهم مسألة أنه ماذا؟ التصوير السابق الذي أشير إليه وهو أنه هو ممتنع عقلان، قال غير معقول يعتقد ماذا؟ أنه ممتنع عقلان. قال لأنها معصية، يعني لأن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي معصية بحكم العقل. كيف يمكن العقل يحكم بأن هذا مورد من موارد تعلق حق المولى أو طاعة المولى، بعد ذلك يأتي ويقول مثلا يمكن لك أن تترك هذا الأمر، فهذا بحكم العقل ماذا؟ معصية. لا، لأن هنا علينا ماذا؟ علينا أن نمتثل لا أن نترك. فإذا هذا الترك لأمر ماذا؟ لأمر ثبت فيه حق للمولى. أما فالإنسان الذي يترك امتثال حق المولى ماذا؟ إنسان عاصٍ. فيقول الترخيص هنا معصية، لماذا؟ لأن العقل الذي حكم بأن هذا المورد
من موارد تعلق حق طاعة المولى يحكم ماذا؟ بوجوب الامتثال أو بوجوب ماذا؟ الاجتناب. ويأتي شخص ليفترض ماذا؟ ليفترض أنه بالإمكان ماذا؟ ترك مثل هذا الأمر. هذا اللي يفترض ترك مثل هذا الأمر ماذا يطالبنا؟ يطالبنا بفعل المعصية. لماذا؟ لأن العقل حكم أن هذا المورد ضمن دائرة ماذا؟ ضمن دائرة حق المولى. وإذا كان داخلا ضمن دائرة حق المولى فهو ماذا؟ فهو واجب الامتثال إن كان واجبا، واجب الاجتناب إن كان محرما. ويأتي هذا المرخص يقول لنا ماذا؟ اترك ما كان واجبا، افعل ما كان محرما، لأنه يرخص لك. فالترخيص للحرمة، ويعني عفوا الترخيص في الفعل للحرمة، والترخيص في الترك للواجب، يكون ماذا؟ يكون معصي. لأنه ترخيص عدم يعني الترخيص في عدم امتثال فعل الواجب معصية، وعدم اجتناب الحرمة، وعدم اجتناب الحرمة معصية. فرضناه واجبا، فرضناه محرما، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يقول بأنه هذا معصية، معصية بحكم العقل، لأن العقل هو الذي حكم بوجوب الامتثال بالنسبة إلى حق المولى. يأتي هنا مرخص فيقول لك مثلا لا تلتزم بهذا الأمر، فكأنه ماذا؟ كأنه انقلبت هذه الحالة من حالة وجوب امتثال حق المولى، وجوب امتثال هذا الأمر، إلى ماذا؟ إلى جواز ماذا؟ جواز مخالفة هذا الوجوب. والوجوب يعني دعوة إلى الفعل مع الإلزام، والحرمة دعوة إلى الترك مع الإلزام، ليس فيها ماذا؟ ليس فيها منفذ. وهذا ماذا؟ وهذا تصوير لمنفذ فيها، وهذا التصوير غير موجود باعتبار أن العقل يحكم بخلافه. قال، ولذلك الآن سيأتي عبارة توضح هذا الأمر يعني بصورة صريحة. قال: لأنها معصية قبيحة بحكم العاقل، لأن العقل يحكم ماذا؟ يحكم بوجوب الامتثال لا ماذا؟ بجواز المخالفة. قال: فالترخيص فيها يعني بهذه المعصية يناقض حكم العاقل. لماذا؟ لأن العقل يقول عليك فعل هذا الأمر، عليك تجنب هذا الأمر حرمة يعني وجوبا أو حرمة. وهنا يأتي ماذا؟ مرخص يقول لك ما كان واجبا وداخلا في حق المولى لا تلتزم به، أو ما كان محرما وداخلا في حق المولى افعله. فإذا هذا يكون مناقضا لحكم العقل. العقل يقول لي افعل ما كان واجبا، تجنب ما كان محرما. واضح. وهذا ويكون ترخيصا في القبيح. وواضح أن فعل المحرم ترك الواجب أمر ماذا؟ قبيح بحكم العقل. قال: وهو محال. بعد واضح أنه طبعا محال شرعا كما هو معلوم. قال: وهذا البيان غير متجه. المصنف بين القضية بأمانة، كما يعني كما يمكن نقول بأمانة، بين أنهم يرون مسألة القبح هنا كما يرونها هنا، يرونها هناك بأنها قبيحة، هناك ذلك يرونها أنها قبيحة. قال: وهذا البيان غير متجه، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم معلق. هنا أبدأ على النقطة التي أشارها سابقا، وهو أننا عندما أشرنا إلى هذه القضية قلنا بأنه حكم معلق، معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. حتى هنا يعني يمكن واحد يسأل، لأنه هو المصنف يرى بأنه الكلام الذي أشار إليه سابقا هو ماذا؟ هو الأصل الذي يعتمد عليه هنا، الأصل الذي يعتمد عليه في هذا المقام، لأنه يرى أن حكم العقل أو حكم طاعة المولى هنا حكم معلق على عدم الترخيص في على عدم الترخيص. فإذن هو ليس حكما مطلقا، إنما هو حكم ماذا؟ إنما هو حكم يعني معلق. حتى هنا التصوير هذا التصوير، هل هو تصوير لرأي المشهور أو هو تصوير لرأيه؟ لأنه رأي المشهور يرى بأن حق المولى معلق، أو يرى بأن حق المولى مطلق. مطلق. كلما حصل قطع للإنسان، أو كلما حصل علم إجمالي يعني منحل إلى علم تفصيلي، يرى أن حق المولى مطلق من هذه الدين. ليس هناك ماذا؟ ليس هناك إمكانية. سيدنا حتى ضيف قيد يعني يقول الترخيص الجاد. خلابت قبل الترخيص مجاد بعد ما بيد مشكلة. فهنا مسألة الترخيص الجاد
أمر ممكن، لأنه هنا كما يقال يعني شلون نسويها، نصورها أنه دائرة إمكان ودائرة افتراض. دائرة الإمكان أقل من دائرة الافتراض. أنا أفترض، لكن مرة تفترض ما هو ممكن وغير موجود، ممكن ولكنه غير موجود، ومرة تفترض لا، حتى الأمر غير الممكن. هسه بحوله بحسب السياقات، ماذا سياقات العلمية، أن هناك بعض الأمور يعني علميان واصطلاحان ونتيجة وتحقيقا غير ممكن. هنا المصنف يرى أنه هناك افتراض، والافتراض هذا يجب أن يكون ماذا؟ يكون أن يكون معه ماذا؟ إمكان. أنت تفترض أن حق المولى معلق على عدم ورود الترخيص. هذا الكلام تارة نطبقه على رأي المشهور، وتارة نطبقه على رأيك أنت، يعني مسلك حق الطاعة. فإذا أردنا تطبيقه على مسلك حق الطاعة فالأمر واضح، لأن مسلك حق الطاعة في طاعة المولى لا يخص القطع، بل يشمل القطع والظن والاحتمال. مسألة أنه يكون حق المولى معلق بالنسبة إلى رأي المصنف أمر طبيعي. لماذا؟ لأنه عندما يفترض أنه هذا الحق يمكن أن يسلب من قبل نفس المولى لا من قبل جهة أخرى، هذا الحق يمكن أن يسلب. قد يقول شخص أنتم قلتم بالاستحالة، نقول نعم، لكن حق المولى واسع. قد يكون حق المولى ليس قطعا، قد يكون حق المولى ظنا، قد يكون حق المولى احتمالا. هذا اللي هو ظن واحتمال يمكن أن يأتي فيه ترخيص جاف، نقول نعم. إذن تصوير افتراض وجود تصوير افتراض أن حق المولى معلق على عدم الترخيص بالنسبة إلى رأي المصنف طبيعي جدا. لماذا؟ لأن دائرة حق المولى واسعة، ويمكن أن يكون هذا الترخيص ممكنا وين؟ في الموارد الذي يكون فيها التكليف ماذا؟ ظنا أو احتمالا، نعم نستثني منه القطع. ولكن عندما تأتي لتطبيق هذا الكلام على رأي المشهور، أين هي الموارد التي يمكن أن يكون فيها ترخيص جاد؟ هل هناك موارد؟ في حق الطاعة الموارد متعددة، ويمكن أن يكون فيها ماذا؟ بعض الموارد التي يمكن أن يأتي فيها ترخيص جاد. هل الترخيص هنا ترخيص هزلي أو لا ترخيص جاد؟ إذا كان المقصود من الترخيص الترخيص الجاد، فقد تم الحكم سابقا عليه بالاستحالة، سواء عند المصنف أو عند المشهور. والمشهور قالوا بأنه قبيح عقلا، والمصنف قال ماذا؟ قال بأنه يعني هو قبيح عقلا، ولكن بشرط أن نرى ماذا؟ أن نرى إمكانية الترخيص، وأنه معلق أو ليس بمعلق. قلنا له هناك بأنه هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لأنه أساسا مسألة التعليق وعدم التعليق هذه غير ممكنة، لأنه هم يعتقدون أن حق المولى لا يخص إلا التكاليف المقطوعة، والتكاليف المقطوعة ورود الترخيص فيها مستحيل. وأما تقول والله هو غير معلق، غير معلق، ولكن معلق على أمر ممكن، على أمر ممكن أو على أمر مفترض. هذا المفترض أمر مستحيل، فهل الأمر المستحيل يمكن أن يؤدي إلى تفريق بين مبنى ومبنى؟ هذا أمر مستحيل. افتراض وجود ترخيص جاد في مورد من موارد التكليف القطعي هذا أمر مستحيل برأي المصنف وبرأي غيره، بل المصنف دافع عن هذه القضية حتى مع مخالفة الاصطلاح في المناقشة التي وردت حول مخالفة اصطلاح الحكم الظاهر، وقال حتى لو كان مخالفا للاصطلاح فإنه سيكون يعني ترخيصا هزليا، لا ترخيصا ماذا؟ لا ترخيصا جادا. هنا يقول لا، أنه من الممكن أن يكون الأمر كذلك، ولكن الذي جاء به نفس الكلام السابق، ليس كلاما ماذا؟ ليس كلاما جديدا، حتى نعرف أنه ترى القضية هي كما هي هنا كما هي هنا. طبعا ومن الغريب جدا أن يأتي يعني الشراح ليمروا على مثل هذه القضايا ولا يقولوا مثلا بأن هناك كلام
غير دقيق وهناك كلام اعتمد على ذلك الكلام لا يمرون عليها مرور الكرام. بس على كل حال يعني هم معروفون كما يقول، ولكن هناك من لا من يعني يعطي نفسه الحق في التساؤل في هذه القضية، أن مسألة الاستحالة هذه مسألة الاستحالة يمكن أن تحقق فرقا بين الأمرين، هذه مسألة افتراض، مسألة الافتراض هذه ليست ممكنة، والأمور التي تكون محكومة بالاستحالة يعني لا يمكن أن تشكل فرقا بين أمرين، بينهما ماذا؟ بينهما تطابق كما هو الحال بين المشهور ومسلك المصنف في هذه القضية بالذات. قال: وهذا البيان غير متجه، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم معلم. العبارة قد شوية بها لعله ما أدري، العبارة قد شوية بها فيها كلام. على كل حال وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. أتلعب حكم أو ترخيص جاد من المولى في المخالف، هذا ممكن؟ سابقا قلنا بأنه ليس أمرا ممكنا. قال: فإذا جاء الترخيص، فقد واحد يقول لا قد يكون هو السيد أراد فقط الافتراض، يقول لا ليس الأمر كذا، ليس فقط، لذلك السيد بعد ذلك افترضه أمرا ماذا؟ أمرا واقعا. قال: فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي اللي عبرنا قلنا بأنه سالب الانتفاض، ما ارتفع خلاص بعد ما قي موضوع للقبح أصلا ولا المحال، ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية أو لا، يمكن أو لا يمكن. قال: والجواب أنه معقول. لماذا؟ قال: لأن الجامع حتى هنا يفرق، يقول هنا الذي اعتمد عليه المشهور في مسألة أن الأمر ليس ممكنا في مثل هذا المورد ما هو؟ قالوا بأن هناك علما تفصيليا، هناك علم تفصيلي ماذا؟ بالجامع، وهذا العلم التفصيلي حاله كحال العلم اللي يعني هذا علم تفصيلي كعلم التفصيلي الأصل بالأصل. فهنا عندما يأتون إلى هذه القضية يقولون نفس الكلام، إذا كان هناك علم تفصيلي يعني قط خلص، فإذا هنا يجب أن يكون هناك نفس الحكم، هناك يستحيل هنا يستحيل. يقول المصنف: لأن الجامع وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص. يقول هنا قضية حتى وإن كان معلوم، ومعلوم معلوم، ولكن إذا كانت هناك املاكات اقتضائية للإباحة كانت، رجعنا إلى ماذا؟ إلى وظيفة الأحكام الظاهرية يحافظ على الملاك الأهم. في الملاكات إذا كان هناك ملاك اقتضائي أهم بالإباحة، إحنا نقدر أنه نقول هذا حتى لو قاطع الإنسان، لأن الإنسان قد يكون قاطع بما ليس بواقع، واضح؟ فيقول: لتستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره. هسه ليش يقول يعني يكون ظاهري بروحه وجوهره؟ يقول لأنه احنا اذا فرضناه غير حكم ظاهري لا بد يكون له مبدا، واحنا نخاف انه من مساله المبادئ، نخاف من من التناقض، خاف من التنافي. هناك قالوا بانه التنافي بين الاحكام موجود، لكنه اذا فرقناها من حيث السنخ من حيث النوع ممكن ان نصور ان الاحكام الواقعيه لها مبادئها، اما الاحكام الظاهريه بدون مبادئ، على ما لا على طريقه ما هو الأهم من الملاكات، فتكون من الملاكات لا اقتضائية كما يقال تجري هذه القضية. هو حسب رأي المصنف هكذا، لأنه لا يستطيع أن يقول هناك ملاك اقتضائي وهناك ملاك اقتضائي آخر حتى نصير مثلا ثلاثة التناقض بين الأمرين. يقول: لأنه هو يكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه. لماذا؟ لأنه إذا كان
ناشئ من مبدأ راح يصير شنو؟ راح يصير تناقض واضح، وإحنا هذا نريد نهرب من عنده، وهذا هو الطريق الذي هرب منه المصنف في تفسير اجتماع الأحكام الظاهرية والواقعية. قال بل طريقا بل عفوا بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية، طريقي وللحفاظ على الإباحة الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. قال وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ، لأن هنا نخاف أنه يصدر هنا من مبادئ وهناك مبادئ يحصل التناف، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. حتى يأتي بعض يقول أنتم كيف جمعتم بينه؟ هذا له مبدأه الخاص وهذا له مبدأه الخاص، أنتم ترخصون في مبدأ مخالف. يقول لك نعم رخصنا في مبدأ مخالف، ولكن رخصنا بطريقة الأهم من الملاكات، لا بطريقة يعني التحرك عن طريق ملاك آخر. لو كان ملاك آخر لقلنا هذا ملاك وذاك ملاك، هذا يجر إلى هنا وهذا يجر إلى هنا، يحصل التنافي. أما إذا كان هذا لا يعني لا ينطلق من ملاك، خلاص إنه ذاك له ملاكه وهذا ليس من ملاك، إنما بما هو الأهم من الملاك. بعد ذلك إذا كان الأمر كذلك، هسه بعد السؤال الواضح أنه إذا كانت القضية هكذا وأنتم تفرقون بين المسألة، فكأنه هنا أنتم تجيزون. هسه المصنف هنا ما أدري كأنه التفت إلى القضية، كأنه التفت إلى القضية أنه في مسألة الحكم يعني في مسألة الحكم بالاستحالة سابقا كان كلام المصنف منطبقا ومتحدا مع كلام المشهور، وقلتم هناك بأن الحكم فيها هو الاستحالة على رأي المشهور وعلى رأيكم، وهنا قلتم لا بعدم الاستحالة، فكأنه هنا هذه القضية في هذا المقام أصبحت ممكنة، مع أنها سابقا ماذا كانت؟ مستحيلة. ليست مستحيلة على رأي المشهور، بل على رأي المشهور والمصنف. هنا عندما المصنف شعر بوجود مثل هذا الأمر ماذا قال؟ قال فإن قيل ما الفرق؟ هذا جواب عن ماذا؟ أنه أيها المصنف كيف فرقت بين الأمرين، مع أنه أنت ترى كما يرى الغير أن العلم التفصيلي الترخيص فيه ماذا؟ مستحيل، كما يرى الجمهور، كما يرى المشهور. وهنا العلم الإجمالي ينحل ماذا؟ إلى علم التفصيل. هناك منعت بل أحلت، وهنا ماذا؟ افترضت بل أمكنت، يعني جعلته أمرا ممكنا وقلت ماذا؟ بإمكانه. فما إذن ما هو الفرق؟ فرق ما هو؟ هناك علم، تقول هناك علم تفصيلي وهنا أيضا علم تفصيلي. إذا كان هناك العلم التفصيلي متعلق بشيء واحد، هنا أيضا العلم التفصيلي متعلق بشيء واحد وهو الجامع. إذا ما هو الفرق بين الأمرين؟ إن شاء الله هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. هسه لعله ماذا المصنف شعر بخطورة المبحث أو كذا، ما أدري لعله.